مساء الخير، جولة جديدة من جولات اليوم. أهلا بحضراتكم. منذ قليل انتهت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء في هذه الكلمة عن توجيهات الرئيس بإطلاق حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كان أبرز يعني هذه القرارات أو هذه الإجراءات هو تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لنهاية العام الجاري. تحدث رئيس مجلس الوزراء أيضا عن فاتورة الاستيراد للسلع وكيف تضاعفت هذه الفاتورة نتيجة للأحداث العالمية، ومع ذلك فإن الدولة تدعم تسعير الكهرباء بصورة غير مسبوقة. رئيس مجلس الوزراء في هذه الكلمة شرح الوضع، تحدث عن ما يحدث وما هو السبب في هذه الإجراءات، وأيضا عن يعني الوضع بشكل كامل في هذا الموضوع. خلونا نستمع لهذا الجزء. مجلس الوزراء اتحرك في هذا الموضوع، وإن احنا بدأنا إن احنا نبدأ خطة محكمة، ويمكن النهاردة كنا لسه في اجتماع انهيناه منذ قليل مع السادة الوزراء المعنيين عشان ناخد خطوات. هنعلن في مجلس الوزراء اللي بعد بكرة إن شاء الله عدد من القرارات التنفيذية اللي هيبدأ تطبيقها فورا اعتبارا من الأسبوع القادم. أهم شيء هو ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبصورة عامة. يعني بمعنى إيه؟ ان احنا النهارده بعد مواعيد بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسميه يتم غلق الكهرباء وقطع الكهرباء عن كل المباني الحكوميه عن المستخدمه، فيما عدا طبعا الوحدات اللي ليها يعني حساسيه وليها طبعا طبيعه عمل خاصه، وحتى بعض الغرف اللي بتبقى موجوده في المباني الحكوميه اللي بتبقى محتاجه تواجد الكهرباء فيها، طبعا اللي هي الخاصه بالكمبيوترات والسيرفرز وكل الحاجات دي هنبقى النهارده لازم تفضل شغاله. إيقاف تماما الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة. أنا هنا بتكلم على إنارة المباني، إن النهاردة ما يعني التوجيه إن المباني الحكومية كلها تتوقف عنها الإنارة الخارجية اللي بتنير هذه المباني. هنتحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، ودي خطة النهاردة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان. هنبدأ في خطة واضحة لتخفيض إنارة الشوارع اللي موجودة عشان مرة أخرى تقليل استهلاك الكهرباء اللي بيؤدي إلى مرة أخرى ترشيد ووفر في الغاز الطبيعي. يمكن إحنا بدأنا بخطوات بالفعل، كان في بعض الميادين العامة زي ميدان التحرير بيتم إنارته ابتدينا وقفنا هذا الكلام، وبعض المباني العامة بالفعل خدنا الإجراءات، ولكن هيبقى التوجيه إن شاء الله بدءا من الأسبوع القادم هو التطبيق الكامل والمتابعة اليومية من كل الجهات والمسؤولين التنفيذيين لتطبيق هذا الموضوع. أيضا نظرنا إلى ضرورة أن هنطبق بصورة قوية وبصورة واضحة التوقيت الصيفي فيما يخص المولات التجارية والمحل العامة، ويمكن احنا بنتكلم على التوقيت هيبقى التطبيق الحرفي اللي هو هيبقى في حدود الساعة 11، وده هيبقى نشتغل عليه. ولكن الأهم أيضا هيبقى هناك توجيه للمولات التجارية إن اللي بيبقى فيها تكييف مركزي إن درجة الحرارة تبقى 25 فأكثر، ما يبقاش أقل من 25، لأن كل ده هيدي إلى توفير كبير وترشيد في الكهرباء. تم أيضا التوجيه مع والتنسيق مع معالي وزير الشباب والرياضة على الإنارة الخاصة بالمنشآت الكبيرة الرياضية، إن برضه يكون هناك خطة لترشيد الكهرباء وغلق الاستادات الكبيرة والصالات المغطاة، بحيث يبقى هناك يعني توقيت معين وبيتم التنسيق فيه مع كل النوادي والاتحادات الرياضية علشان نوقف الإنارة الكبيرة اللي بتبقى موجودة في الاستادات والمنشآت الرياضية الضخمة. أنا مش بتكلم هنا على النوادي الاجتماعية، الحاجات الأنشطة الاجتماعية والحدائق والكلام ده شيء بسيط وما فيهوش أي مشكلة، لكن أنا بتكلم على المنشآت العملاقة اللي بتبقى محتاجة إنارة بصورة كبيرة جدا. الحقيقة يمكن كجزء من الخطة المهمة اللي احنا هنتحرك عليها ان ما بين الكهرباء والبترول في خلال هذه الأيام القادمة هو إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات، بحيث ان احنا الأولوية هتبقى للمحطات اللي هي بتستهلك غاز طبيعي أقل وبتنتج طاقة كهربائية أكبر. ويمكن على سبيل المثال طبعا المحطات الثلاثة بتوع سيمنز اللي هم فعلا دخلوا الانتاج، ان احنا نحمل عليهم اقصى قدر ممكن
والحمد لله بعد تطوير شبكات النقل الكهربائية الكبيرة النهاردة بقى عندنا القدرة كمصر ان انا من خلال نقل انتاج دي الطاقة في الثلاث محطات اقدر انقلهم لأي حتة على مستوى الجمهورية. كل دي اجراءات احنا بنتحرك عليها في خلال الفترة القادمة، هدفها كله ترشيد استهلاك الكهرباء علشان نقدر من خلال هذا الموضوع نوفر غاز طبيعي اكتر ونقدر ان احنا نصدره، وبالتالي نخفف على الدولة المصرية في ظل توقع طول امد الازمة الروسية الاوكرانية، نخفف علينا الاعباء الدولارية اللي موجودة النهاردة بسبب مرة اخرى الارتفاع الغير مسبوق لاسعار الوقود والمواد والسلع الرئيسية اللي احنا موجودين عليها. ده كان جزء من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي انتهت منذ قليل، ومعانا للشرح أكتر الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام أهلا بحضرتك، وبعد التحية خليني أخذ من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي. يمكن في هذه الكلمة دكتور مصطفى كان بيتحدث باستفاضة عن الإجراءات التي ستتم لترشيد الطاقة، كيف تؤثر هذه الإجراءات في مسألة توفير الأعباء الدولارية أو تخفيف الأعباء الدولارية؟ مساء الخير في البداية يا أستاذة سارة، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد هناك أزمة في الطاقة على مستوى العالم. الكل الحقيقة بيبحث عن مصادر بديلة لتوفير أكبر قدر من الطاقة، لكن كمان بأي تكلفة. يعني الحقيقة تكلفة الطاقة على المستوى الدولي الحقيقة اتجهت للارتفاع بنسب كبيره للغايه سواء كان بترول او غاز خلال الاشهر والاسابيع الماضيه. وبالتالي الحقيقه كل دوله بتبحث عن افضل مزيج لتوفير احتياجات المواطنين. بالتاكيد الحكومه المصريه مدركه لهذا الامر، مش بس بتتابعه على المستوى الدولي، لكن مؤكد انه في سيناريوهات بيتم ترتيبها خلال الفترات الماضيه، دراسه جدوى لكل بديل فيما يتعلق ببدائل الطاقة المختلفة، أخذا في الاعتبار أنه مصر الحقيقة أصبحت من الدول المهمة في تصدير الغاز. بالتأكيد أصبح هذا مورد اقتصادي هام بالنسبة للدولة المصرية، ومهم جدا أنه يكون في تقييم لهذا الأمر والبحث عن أقل المصادر الكلفة فيما يتعلق بمزيج الطاقة، لأنه بالتأكيد ده كله بيصب في مصلحة مش بس وفر دية حق للاقتصاد أو من خلال مصدر عمل للدولة، لكن هو الأكثر أهمية أنه هذا الوفر بيتم استخدامه في تخفيف الحمل على المواطن، بمعنى انه مهم جدا علشان الدوله لا تلجا لرفع اسعار الكهرباء بشكل كبير، وده الحقيقه امر اصبح ضاغط على تكلفه الطاقه بشكل عام. فالحقيقه الدوله بتبحث عن مصادر بديله علشان الحقيقه المساله الخاصه بانه كلفه الطاقه لا يتم تحميل جزء كبير منها على المواطن، فبالتاكيد تحدي كبير، وهو ده قدر الحقيقه الحكومه المصريه انها تعمل في ظروف ضاغطه وبتبحث عن افضل سبل للتعامل مع التحديات اللي هي نتجت من الازمه الاوكرانيه اللي هي بالتاكيد ضغط على المجتمع الدولي ككل. طيب بالارقام ده ازاي هيخفف الاعباء الدولاريه زي ما تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبول؟ احنا بنتحرك في امرين، الامر الاول هو تخفيف الطلب على النقد الاجنبي، والامر الثاني هو محاوله زياده موارد النقد الاجنبي. بالتاكيد من بين اهم موارد النقد الاجنبي في الوقت الحالي هو زياده قدر ما يتم تصديره من الغاز، وده الحقيقه هيكون من بين الموارد المهمه. لكن كمان الحقيقه الدوله يمكن بتتحرك في اتجاه محاوله تقليص الطلب على النقد الاجنبي من خلال الضبط اللي بيحدث في عمليات الاستيراد. فالحقيقه احنا اصبح لدينا ترتيب للاولويات، ومهم جدا انه في ظل الظروف الضاغطه على الجميع انه نفعل منهج ترتيب الاولويات، علشان في النهايه الدول اللي هتستطيع ان تتحمل صدمات ما يحدث على المستوى الخارجي بالتاكيد دي هيكون لديها فرص جيده للغايه للانطلاق خلال المستقبل اذا ما تقلصت الاثار السلبيه لهذه طيب لماذا تحدث رئيس مجلس الوزراء فقط عن الإجراءات المتخذة في قطاع الكهرباء وما يتعلق بهذا الموضوع لتخفيف الأعباء الدولارية؟ يعني هل في قطاعات أخرى ممكن يتم اتخاذ فيها إجراءات أيضا لتخفيف هذه الأعباء الدولارية اللي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء؟ بالتأكيد كما أشرت أنه الحقيقة الدولة المصرية بتتحرك في كافة الملفات، والحقيقة دي مسألة مهمة جدا أنه يكون لدى الحكومة المصرية منهج للتعامل مع
ما يحدث على المستوى الخارجي، لانه كما اشرت الازمه ضاغطه على الجميع. والحقيقه يمكن يحسب به الحكومه المصريه بقى الحقيقه بتسعى بقدر الامكان انها تخفف من الضغوط على المواطن. والحقيقه دي مساله صعبه جدا انه الحكومه تحافظ على مؤشراتنا الاقتصاديه وفي ذات الوقت ايضا تسعى انه الجزء الاكبر من الكلفه على المستوى الدولي اللي هي بالحقيقه ضغط على الدول، ضغط على الحكومات، ضغط على المواطنين، انه ازاي يكون لدى الحكومه قدر من الوفر اللي يتم من خلاله تدعيم احتياجات المواطن وعدم تحميله المزيد من الاعباء. معادله صعبه للغايه، اتصور ان الحكومه المصريه حتى لا ناجحه في التعامل معها. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. نروح بقى ل يعني خطوه اخرى ونقله نوعيه للخدمات الصحيه في مصر باعلان وزاره الصحه ادخال سكوتر كهربائي اسعافي. يعني ايه سكوتر كهربائي اسعافي؟ يمكن ده هيبقى باين عند حضراتكم في الصور زي ما احنا شايفينها دلوقتي. هذا السكوتر مفترض انه خلاص هيكون زي عربيه اسعاف ولكنه سكوتر اسعافي، هيكون فيه يعني مميزات كتير طبعا، يعني خلت وزارة الصحة انها طبعا تدخله في هذه المنظومة ويتعامل معاملة الإسعاف. خلونا نتكلم. طيب خليني اقول لحضراتكم هذا السكوتر اللي احنا شايفين صورته، مميزاته ان هو يكون سريع، هيقدر ان هو يتجاوز الزحام، هيكون في حقيبة إسعافات أولية، هذه الحقيبة فيها طبعا مستلزمات طبية هتساعد المسعف ان هو يؤدي مهمته لحين وصول سيارة الإسعاف لموقع المصاب. يعني ده مش بيلغي سيارة الإسعاف التقليدية اللي احنا عارفينها، ولكن هذا السكوتر هيكون كأنه يعني بيسعف عربية الإسعاف، او يعني يمهد لوصول عربية الإسعاف. هيكون طبعا صديق للبيئة لأنه بيعمل من خلال الشحن الكهربائي، بيتميز بقدرته طبعا على السير لمسافة بتفوق 100 كيلومتر في الشحنة الواحدة من شحنة الكهرباء، وده طبعا بيتوافق مع توجهات الدولة للحفاظ على البيئة ضمن جهود الدولة، وكمان بيتوافق مع أهداف قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم هذه الجولة. بنجدد التحية لحضراتكم، وخلونا نروح لمبادرة حياة كريمة واللي نجحت في تحسين وتطوير العديد من قرى الريف المصري. النهاردة هنشوف مع بعض هذا التقرير اللي بيرصد أعمال تطوير البنية التحتية في إحدى قرى مركز الشهداء في محافظة المنوفية. خلونا نشوف التقرير. في قرية العراقية بمركز الشهداء في محافظة المنوفية عانى الأهالي لسنوات طويلة من تكدس الطلاب في الفصول، حتى قامت مبادرة حياة كريمة بأعمال توسعة وتجديد مدرسة الشهيد أشرف حبيب الابتدائية لتضم 36 فصلاً بجانب المعامل وحجرات الوسائط المزودة بأحدث الوسائل التعليمية. الأول كان الطلبة ما كانوش بيلاقي حتة يقعدوا فيها بصراحة، يعني كانوا بيقعدوا على الأرض بيتزنقوا في بعضهم، فدلوقتي بصراحة التخت زادت والمكان نظف. فصول الأساس ما كانتش مستكملة كتوخت بتاعتها أو الحاجات اللي الطلبة بتستخدمها، دورات المياه مش بنفس المستوى اللي حضراتكم شايفينه، المبنى نفسه أصلاً ما كانش بنفس المستويات ديت. الفصول كانت ما كانتش بتساعد الطلبة، الطلبة ما كانوش بيلاقوا مكان يقعدوا عليه، دلوقتي الطالب حتى بيجي مبسوط.
وفي نفس القرية تم الانتهاء من وحدة إسعاف مزودة بسيارتين مجهزتين بأحدث وسائل الإسعافات الأولية لتعمل على مدار اليوم في إسعاف المصابين في حالات الحوادث ونقل الحالات الحرجة لأقرب مستشفى. إنشاء إسعاف جديد فيه كل المميزات المتطورة، من سيارات إسعاف متطورة، من غرفة غرف خدمات ومعيشة للمسعفين. إسعاف هنا لم يقتصر دورها فقط على خدمة القرية، ولكن بتخدم أكثر من قرية حوالينا 5 قرى. بالنسبة للأجهزة اللي موجودة في العربيات، أجهزة حديثة مجهزة على أعلى مستوى. طفرة خدمية كبيرة تشهدها قرية العراقية في مجالي التعليم والصحة، وها هم الأهالي الذين عانوا لسنوات من الحرمان يتابعون اليوم حلمهم بحياة كريمة وهو يتحقق أمام أعينهم. هتفاء معنا دكتور آية سليمان، عضو اللجنة الاستشارية الطبية بالقطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة. دكتور آية، بعد التحية، ما هي اللجنة الاستشارية؟ إيه هو دور اللجنة الاستشارية الطبية في يعني حياة كريمة؟ مساء الخير على حضراتكم جميعا، وأتشرف أني أكون معيكم النهاردة. بالنسبة للجنة الاستشارية الطبية، فاللجنة الاستشارية تعتبر من يعني قسم من ضمن الأقسام اللي تحت القطاع الطبي. اللجنة بتتكون من مجموعة من الشباب الأطباء متطوعين بشكل كامل في المؤسسة. هم كل يعني احنا كلنا من مختلف التخصصات الطبية، وكلنا من حملة الدراسة العليا. في مننا طبعا أطباء صدر أو أطباء قلب أو تخصصات مختلفة، في صيادلة وفي تمريض وفي أسنان وفي فرايتس كثيرة من التخصصات الطبية احنا موجودين مع بعض في اللجنة. طيب اللجنة الاستشارية دي مين بيشارك فيها؟ مين أعضائها؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا مجموعة من الشباب، احنا أطباء كلنا أو كلنا عندنا خلفية طبية، يعني صيادلة أو أطباء أو أسنان أو علاج طبيعي أو غيره، واحنا كلنا متطوعين بشكل كامل في القطاع الطبي في المؤسسة. بتعملوا إيه يا دكتور إيه؟ يعني إيه دوركم في يعني اللجنة الاستشارية دي دورها إيه؟ تمام. بس حضرتك فندم، احنا بنجتمع كل اسبوع في يوم محدد بنتفق عليه مع بعض. الهدف الرئيسي من اللجنه ان احنا بنبدا نناقش الحالات الصحيه اللي بيتم رصدها من القطاع الميداني، من المحافظات، مؤسسه حياه كريمه، القرى والمراكز، من خلال منسقين القطاع اللي على الارض. بيبداوا يبعتوا لنا الحالات بالفحوصات الطبيه بتاعتها كلها، بنبدا نشوفها. ويمكن زي حضرتك زي ما قلت لحضرتك، الاختلاف في التخصص اللي بيننا مخلي ده يكون افضل، نبدا نتشارك ونتشاور في الموضوع، وفي الاخر بناخد القرار هل الحاله دي محتاجه فحوصات زياده، هل الحاله دي محتاجه تكمل بعض الاوراق، ويتم تسجيل الحاله الطبيه في اللجنه في القطاع الطبي، وبعدين بيتم توجيه المريض للتخصص الطبي المناسب لحالته في اقرب مستشفى ليه طبعا. وده بيكون عن طريق اصدار خطاب من القطاع الطبي للمؤسسه. طبعا الخطاب او الجواب اللي بيطلع من المؤسسه دوت ده نتيجه بروتوكولات تعاون تم يعني توقعها مع مؤسسه حياه كريمه. نعم. ومع مؤسسات وجهات اخرى زي مثلا المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه. نعم. فبيتم اصدار الجواب، وبعدين بيروح المريض يبدا العلاج بتاعه او اي تدخل هيتعمل. القطاع الطبي في مؤسسة حياة كريمة، إيه اللي تم فيه حتى هذه اللحظة؟ بالنسبة يعني القطاع الطبي زي ما قلت لحضرتك، إحنا في أول جزء خاص بالمجلس اللجنة الاستشارية، طبعًا ده جزء شغل كبير بيتعمل فيه، والجزء الآخر واللي بيتم على الأرض اللي هو المنسقين الطبيين اللي بيبدأوا يجمعوا الحالات ويبدأوا يعني يتواصلوا مع الحالات ويجمعوا لنا الكيسز دي. والحاجة الثالثة بصراحة حاليًا هي القافرة الطبية، يعني بيتم فعلًا بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات زي وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي وغيرها من الوزارات. فعلًا بيطلع قوافر طبية كل القرى والمراكز اللي ممكن تكون ما فيهاش خدمات طبية بشكل كامل. طيب ايه هي الملفات كمان اللي حضراتكم بتشتغلوا عليها دلوقتي فيما يتعلق بالقطاع الطبي؟ حاليا بيتم دراسه ان احنا يبقى في توسع للقطاع الطبي، في انضمام لينا من تخصصات اخرى مختلفه. في كمان يبقى في بروتوكولات تعاون مع قطاعات اخرى. يبقى في بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص تحديدا زي شركات الادويه، طبعا هيبقى ليها دور كبير الفتره الجايه خاصه في القافله الطبيه. كل الهدف الرئيسي للموضوع ان يبقى في تعاون بين كافه المجالات عشان نقدر نحقق حياه كريمه لكل المصريين. نعم.
بالتوفيق دايما. دكتور آية سليمان، عضو اللجنة الاستشارية الطبية بالقطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، شكرا لوجودك معنا. كل ما يكون عندنا اي حاجه بناخد بعدنا ونروح مستشفى الزفت، فكان مشوار علينا بنروح ونيجي، فمشوار بعيد. انما هنا لما الخدمه هتبقى هنا هتبقى قريبه، لان هنعمل نيجي بعيالنا بدل ما نمشي مسافه كبيره. بالنسبه للاسعاف، حاجه تحصل حادثه شيء، كنا بنتبهدل على ما الاسعاف تيجي وكده يكون المصاب انتهى. انما دلوقتي هتبقى الحاجه جنبنا، هنقدر الإسعاف من غير يمكن حد يطلبها، تسمع أي شيء هتيجي جاري أو واحد ممكن يبلغها بأسرع ما يمكن. من غير أي فلوس ولا دفعنا أي حاجة، وعملنا تحاليل سكر وضغط وكل حاجة، وكويسة والقافلة جميلة. كشفنا وجبنا العلاج ببلاش وما دفعناش أي حاجة. كشفت أصول الضغط والسكر، والحمد لله وربنا يخلي الرئيس الله يبارك له جاب لنا الحكايه ديت. حياه كريمه غيرت مجرى الامور من الشمال لليمين، وخلت الناس طبعا في امل ان يبقى في حاجه احسن من اللي فات. الوحده الصحيه كانت موجوده صوره، لما نيجي نقول في حد تعبان بالليل ما بيلاقيش دكتور. والوحده قايمه بالوحده الاسعاف قايمه يعني على الوجه الاكمل بخدماتها، يعني الوحده شغاله الليل نهار. كنت بجيب علاجي من بره لان ما كانش متوفر في الاول قبل حياه كريمه، يعني في الوحده الصحيه كانت الحاجات ضعيفه وكانت الحاجات بسيطه. في عندي منفذ صرف الالبان المدعم للاطفال من سن يوم وحتى سنه. عندي دلوقتي مركز لقاح كورونا، انشئ عندي حضانات اطفال. طول الوقت الدولة المصرية مهتمة بمسألة مكافحة التغيرات المناخية، ويمكن شفنا في خطوات في هذا الملف، وتحديدا واحنا بنستعد لاستضافة قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل. بسبب خطورة هذا الموضوع وتأثيراته الكبيرة، فعندنا مركز المناخ بوزارة الزراعة طول الوقت برضو بيشتغل على هذا أو هذه الملفات. تحدث عن أنه في عدد من المحاصيل ممكن تتأثر خلال الفترة اللي جاية بارتفاع درجات الحرارة، بالتالي يحصل تأخير في حصاد عدد من هذه المحاصيل، ولأن استمرار الموجات الحارة الطويلة بتتسبب في زيادة كبيرة في إفراز هرمون يطلق عليه الهدم، وهو يعني ليه أسباب علمية ممكن نعرفها أكتر من الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية. دكتور محمد أهلا بحضرتك. وانا يعني انا برضو ما فهمتش قوي ما هو هذا الهرمون اللي بيطلق عليه هرمون الهدم. مساء الخير استاذه ساره، شكرا جزيلا. اهلا بحضرتك على اتاحه الفرصه. العالم كله الان مشغول بقضيه التغيرات المناخيه، والمواطن البسيط اللي بيسمعنا سامع ان يعني بيسمع كلام كتير حوالين الكلمه دي او المصطلح ده، تغير المناخ. تغير المناخ في وجهه نظر التقارير العلميه الرسميه انه تاثيراته 100 ضعف تاثيرات اي مشكله او ازمه سياسيه زي حرب روسيا. يعني حرب روسيا اللي خربت علاقات الدول ببعضها وادت الى مشاكل كبيره في اقتصاديات دول كانت ضخمه جدا، التغيرات المناخيه تاثيراتها 100 ضعف لانها تاثيرات مستمره ولكنها بطيئه، عشان كده الناس ما احيانا ما بيلتفتوش ليها. ما ارتفاع درجات الحراره في العالم هو احد مظاهر هذه التغيرات، مش في مصر بس، على كل مكان على سطح الارض. حتى مصر الفتره دي الحمد لله التغيرات الخاصه بارتفاعات درجات الحراره ما زالت في المتوسط. الان في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها دي، اوروبا تتعرض لموجه عنيفه جدا من ارتفاع درجات الحراره، لدرجه ان عمده لندن بيقول ان خدمات الاطفاء في لندن شهدت 3 ايام لم تشهدها منذ الحرب العالميه الثانيه. احنا بنشوف يعني حتى الصور عندهم حتى في
المحلات او في السوبر ماركتس، فبنشوف ازاي انه فعلا الحراره يعني ليها تاثير كبير عندهم. لكن خليني ارجع مع حضرتك لمصر، ايه المحاصيل اللي عندنا اللي ممكن تكون تاثرت بالفعل بسبب هذه التغيرات المناخيه؟ في سنوات قليله ماضيه كان الصيف المصري شديد الحراره عن السنه دي، يعني السنه دي محطات الاصوات جايبه ان حصل ارتفاعات في درجات الحراره، ولكنها في المجمل ارتفاعات ليست بنفس المستوى اللي حصلت في 2021 او 2020 او 19 او 18. يعني في خلال العشر سنين اللي فاتوا كان في بعض السنوات شديده ذات الحراره كانت فيها موجات طويله. اللي بيحصل كالاتي: ارتفاع درجات الحراره في فصل الصيف، المحاصيل الصيفيه الموجوده لها مراحل عمريه، يعني مرحله الانبات، المجموع الخضري، التزهير وهكذا. لما بيجي يحصل زياده في درجات الحراره بيحصل ارتباك فيسيولوجي داخل النباتات، فبيحصل تجاوز للمراحل. يعني بيحصل احيانا يبقى لسه داخل في مرحله تحجيم الثمار زي المانجا والفاكهه وغيره، ويبتدي يحصل ارتفاع في الموجه، فالنبات اوتوماتيك عاوز يعيش، فبيفرز هرمونات للحفاظ على اجزائه. من ضمن هذه الهرمونات اللي هو هرمون الانسولين، وهو هرمون الهدم. يوم يحصل ان النبات يبتدي يزيد ان الماده الجافه اللي بيبنيها. طب في الحاله دي يا دكتور محمد، المزارع المفروض يعمل ايه للحفاظ على المحاصيل بقدر الامكان؟ لسه هقول. لما بيحصل زياده في افراز الهرمون بيحصل تسريع في الهدم، فالمحصول النهائي هيبتدي يقل او حتى وزنه يقل. فالمزارع يعمل ايه؟ المزارع بيبقى فيه عده اجراءات بياخدها كلها اجراءات استباقيه، يعني لازم نكون عارف ان في موجه حاره جايه، مش يجي بعد الموجه الحاره او اثناءها ياخد اجراءه. تقريب فترات الري، الرش ببعض المركبات اللي بتزود امتصاص النبات، وايه اللي بيحصل؟ ان النبات لما يزيد الحراره البخر نتح بيزيد على حساب الامتصاص، ما يحصلش تعويض من الامتصاص، فانا بضيف بعض المركبات زي الفولفيك اسيد، حمض الفولفيك، وزي نترات المغنيسيوم، ومركبات المزارع المصري عارفها. بس مهم جدا يعرف هيضيفها امتى، فبالتالي في الحاله دي بقدر اخلي النبات يصمد شويه معايا في فترات الحراره العاليه وهكذا. فالحمد لله التوصيات بتاعتنا بتبقى على مدار الساعه تقريبا بتوصل لاكبر عدد من المزارعين في كل انحاء مصر. يعني انا بشكر حضرتك على هذه النصائح دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعه للتغيرات المناخيه. شكرا لوجودك معانا. دي كانت جولتنا النهارده في اليوم، الى اللقاء.